مدير الائتلاف ضد العنصرية سيد نضال عثمان، صباح الخير لك. صباح الخير، يعطيك العافية في أهلا بك، الاستوديو يا أهلا فيك، وجميع المشاهدين والمشاهدات. أهلا فيك. برأيك لغاية الآن مش عم نشوف تحرك شعبي إسرائيلي معارض لموقف ترامب ونتنياهو بالشارع؟ طبعا واضح انه الموقف الشعبي العام في اسرائيل هو موقف مساند، لانه تعلن القدس كعاصمة اسرائيل كونها عاصمة يكون فيها اعتراف دولي. ولكن السؤال اذا احنا كفلسطينيين عم ننجح وممكن ننجح بانه نقنع الشارع الاسرائيلي والجمهور الاسرائيلي اليهودي بانه تحركات ترامب وعبثيته هي ليست في مصلحة الشعبين، هي ليست في مصلحة الشعب اليهودي اللي في اسرائيل واللي خارج اسرائيل اللي موجود. يعني تحدثوا عندك، يعني انا ما مش شايف من ضيوفك، ولكن كان في صوت اللي حكى على توجه وفد رجال دين. نعم، يعني معنا سيادة المطران طبعا رياح ابو العسل والنائب مسعود غنايم. اهلا وسهلا فيكم. التوجه اللي بيحكي على انه الشارع الاسرائيلي واضح بغالبيته العظمى هو مع اعلان اسرائيل واعتراف الدولي في القدس كعاصمة اسرائيل. السؤال هل ممكن ان ننجح كفلسطينيين انه نحرك توجه اخر في داخل الجمهور اليهودي في اسرائيل وفي امريكا وغيرها بان ليس في مصلحة لا الشعب اليهودي ولا اسرائيل أن يعبث ترامب في هذا التوجه. وأنا هنا يعني أصر في الفترة الأخيرة على أنه الأمل الوحيد في إمكانيات إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في ظل الوضع العربي العام في الدول العربية والأنظمة العربية، وفي ظل الوضع الدولي المتردي الذي يعني يخضع لتوجهات مختلفة ومصالح دولية إن كان أمريكية وإن كان روسية وإن كان غيرها، الإمكانية الخيار أيضا الوحيد الذي برأيي ممكن أن يفيد الشعب الفلسطيني ويفيدنا كشعب يسعى لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ويسعى لمناهضة العنصرية وغيرها، هو إمكانية التغيير داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي أولا، واليهودي الموجود وتحريك الوضع اليهودي والمجتمع اليهودي الموجود في أماكن أخرى. وأعتقد أنه بحاجة لدراسة هذا التوجه وكيف ممكن أن نخوض به بشكل أفضل من أدائنا الموجود اليوم. نعم نضال، يعني على ذكر العنصرية بالتفوهات وردود الفعل، يمكن هنالك هدوء نسبي حذر ما زال في الداخل الفلسطيني. عم نشهد هاي التفوهات العنصرية والردود العنيفة يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي والشبكي، هل ممكن يعني أن نشهد هذه الردود أو ردات الفعل على أرض الواقع في حال ازداد التوتر والمواجهات؟ يعني واضح انه كفلسطينيين في الداخل مواطنين لا نخفي اولا موقفنا من خطوه ترامب، ويتم الاعلان من قبل جميع الشباب وغيرهم عن مواقف الفلسطينيين في الداخل ازاء خطوه ترامب باعلان القدس عاصمه اسرائيل واعترافه بها كعاصمه اسرائيل ونقل السفاره. هذا الخطاب الشرعي والحق في التعبير عنه لإلنا كفلسطينيين وجزء من الشعب الفلسطيني ممكن واضح أن يقابل بردة عنصرية من قبل الجمهور الإسرائيلي وأيضا من قبل وتحريض عنصري من قبل قيادات في إسرائيل. السؤال بنفس الوقت الذي نفرض ونتوجه بهذا التوجه بعدم شرعية إعلان القدس بشكل دعينا نقول أحادي الجانب من قبل أمريكا من دون التحدث عن القدس كعاصمة إسرائيل وكعاصمة الدولة الفلسطينية العتيدة، يعني أيضا علينا كجمهور فلسطيني في الداخل على اختلاف انتماءاتنا، يعني هناك من يؤمن أنه القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية كامل القدس وبكامل أرض القدس هي عاصمة وليس هناك حق للإسرائيليين أن يعتبروا القدس بجانبها الغربي مثلا إنها عاصمة دولة إسرائيل. هذا الخطاب لابد أن يأتي بردة فعل عنصرية أكيدة، يعني تؤجج العنصرية والتوجهات العنصرية والتحريض علينا كجماهير عربية في الداخل. بنفس الوقت
يعني هذا هناك شرعية أيضا لهذا التوجه، وهذا آراء موجودة في الشارع الفلسطيني في الداخل، إلا أنه أعتقد أنه تعبيرنا عن هذا التوجه بعدم شرعية الإعلان هو يجب أن يكون من خلال مخاطبة الشعب اليهودي في إسرائيل واليهودي العالمي بإقناعه بأن هذه الخطوات أحادية الجانب، إن كان عبثية ترامب فينا كفلسطينيين وإن كان في الشعب اليهودي، هي تضر بالآخر في مصلحة الشعبين. وأنا مع التوجه اللي حكى الأب رياح أبو العسل بأهمية مخاطبة الرأي العام العالمي الدولي من أجل عدم إعطاء مجال أكثر لعبثية ترامب عمليا بالعبث بنا كشعوب أو شعبين في المنطقة. وأنا أشدد مرة أخرى، رغم أني أعرف أنه ليس هناك شعبية كبيرة لربما، أو ليست هناك جرأة أيضا لدى قيادات سياسية إن كان في الداخل وإن كان على المستوى الفلسطيني. يعني اليوم إذا كنا تحدثنا إلى الفصائل الفلسطينية وسألناها هل هي مقتنعة بأهمية الحوار مع الشعب اليهودي في داخل الإسرائيلي أو كان اليهودي في العالم، يعني لن نجد هناك آراء واضحة جريئة تقول ليس هناك مفر إلا محاورة. أنا لا أتحدث عن مفاوضات، أنا أتحدث عن محاورة اليهودي بكل مكان تواجده بأنه بمصلحة الشعبين عدم إعطاء المجال لعبثية القيادات السياسية إن كانت دولية وإن كان في إسرائيل لتأخذنا إلى مساحات سوداء أكثر مما هي عليه اليوم. مدير الائتلاف ضد العنصرية السيد نضال عثمان، شكرا لحضرتك على هاي المداخلة في إطار تغطيتنا الصباحية.